الشهداء. طبعا مهم ان احنا نشارك وزاره الداخليه ونشارك مديريه امن الغربيه في احتفالهم بعيد الشرطه الرقم 69. دي ذكرى مجيده لاحداث اسماعيليه اللي حدثت طبعا، واللي من خلالها تم يعني تحديد هذا اليوم كعيد للشرطه. دايما بيفكرنا بامجاد الشرطه ومدى تضحياتهم، والتضحيات دي ممتده مش بس ايام الاسماعيليه الى الان. حضرتك طبعا تعلم والناس كلها تعلم مدى التضحيات اللي بيقوموا بيها، سواء بقيامهم بواجباتهم في اداء واجبهم في الشارع بمختلف تخصصات الشرطة المختلفة ومكافحتهم للإرهاب، وده أمر هام جدا يعني بيتيح الأمن والأمان للمواطنين. فاحنا بنشكرهم ونعيد عليهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يحميكم دايما، لأن انتم مصدر الأمن والأمان إلى جانب طبعا القوات المسلحة المصرية. احتفالنا بعيد الشرطة النهاردة هو احتفال بالماضي والحاضر. يعني النهاردة أداء الشرطة، هات لي أي أمر من أمور الدولة الشرطة مش صمام أمن فيها. الحقيقة يعني هو التاريخ بيسجل احداث الاسماعيليه وازاي قاوموا لحد اخر واحد وبلا سلاح لحد ما انتهت الذخيره. انما دور الشرطه ممتد من ذلك الزمان والى كل زمان، وهم صمام الامن بتاع البلد.